مسلسل غضبان هو تأليف الأستاذ فايز البشير، إلي شرف أن يكون مخرج العمل. بطولة مجموعة من نجوم سوريا، في منهم شباب وفي منهم مثل ما بيقولوا المخضرمين، بالإضافة لعنا ضيفة من لبنان الفنانة بريجيت ياغي. العمل عمل كوميدي اجتماعي، بيحكي عن شخصية بتساعد العالم كتير بطريقة كتير كوميدية حلوة ولطيفة. بنتمنى أنه العمل ينال إعجاب الجميع. بظل هذا الظرف نحن تجرأنا وعم نشتغل كوميديا. الهدف من العمل هو رسم بسمة عند المشاهدين. العمل الاجتماعي كوميديا الموقف، أنا ما عندي كوميديا هرج أو كوميديا زائفة. الموقف هو اللي بيحدد أنه هذا كوميديا أو مو كوميديا، هو بيخليك تحكي أو تبتسمي. إن شاء الله العمل يعني قريب من المواطنين. يعني نحن بنشوف منه إعجاب، إلا أنه على العرض بيطلع كل شيء، بيبين كل شيء، فهذا بسؤال يعني بنحوله نحن للجماهير والعمل جماهيري، عرفتي؟ يعني إن شاء الله نحن بس نتأمل أنه يكون العمل ينال استحسان الجمهور إن شاء الله. أول الأهداف اللي كانت مأخوذة بعين الاعتبار بالمساهمة بإنتاج مسلسل غضبان كبداية، هي كان دعم الكوادر وهالشباب اللي كتير تعرضت لضغوط بالفترة الماضية والمرحلة الحالية، وإيجاد فرص عمل وخلق يعني خلق جو ممكن يساهم أو يساعدهم بأنه يظهروا مواهبهم، بأنه يكونوا منتجين، يكونوا فعالين، كل من بمجاله. هلأ بمجال الفن الشباب اللي بهذا المجال حاولنا أن نساعدهم بهذا المجال. مسلسل غضبان مسلسل كوميدي خفيف بيتطرق لمشاكل بشكل كتير حلوة وخفيف ظل على المشاهد. أنا شخصيتي نسرين زوجة هنداوي، عاملة دور كتير حلو مهضوم، بتمنى من كل المشاهدين والمتابعين أنه يعجبهم وينال إعجابهم. شخصية قوية متمردة بنفس الوقت طيوبة. بالنسبة للشباب، إذا ما كان في شباب ما بتتطور الدراما السورية، فاليوم كل جيل له حقه ولازم كل جيل ياخد فرصته.